شيء، هو مجهود فردي اتفقنا انه نعمله، لانه فعلا كارثه نحن ما كنا متوقعين ابعادها ولا كميه الدمار والبشاعه اللي راح يعني تسببها. ففادي ابن جبلة وأنا ابن مدينة اللاذقية، ونحن متوجهين اليوم على جبلة وعلى اللاذقية. الفكرة هي ببساطة شديدة أنه نحن كان ممكن نروح نتبرع بمبلغ لجهة معينة، وأكيد هذا المبلغ رح يتم استخدامه لإيصال مساعدات للأشخاص، لكن نحن اليوم فضلنا أنه نكون طالعين من محافظة دمشق محملين بهذه المواد بشكل شخصي، ومتوجهين لمحافظة اللاذقية ولا جبلة، لحتى نكون نحن مع الناس ونحن بإيدنا نواسيهم ونكون معهم أثناء تسليم هذه المواد، اللي هي بتشمل بشكل أساسي شيء غذائي. اليوم بالمدى القريب يعني خلينا نقول يعني لازم نساعد بالأساسيات الغذائية باحتياجات شيء له علاقة بالأطفال بالأسر اللي بدها تأكل وتشرب مبدئيا، بما يكون في حلول مستدامة لاحقا هي بتقوم فيها أكيد جهات أكبر مننا اللي هي الدولة واللي هي مؤسسات كبيرة. نحن بحاجة كل الناس هلأ، بحاجة وقفة كل الأهل وكل العرب فعلا، لأنه مثل ما قلنا من شوي فعلا أي تقدمة هي بتعمل فارق كبير. أي رغيف خبز، أي شغلة معونة غذائية له علاقة بالدفاع بهذا الظرف والفصل الشتاء اللي نحن فيه، هذا كله بيعمل فارق. وهي المبادرة خليني أقول هي مبادرة أهلنا ومبادرة الأصدقاء، خليني أقول هي أقل الواجب وهي أقل يعني هذا بشكل فطري وغريزي كلياتنا توجهنا له. فإن شاء الله يا رب هيك نقدر نعمل لو خطوة صغيرة بهذا الاتجاه، وطالعين نحن لعند مثل ما قلنا لعند ناس ربينا معهم، ربينا بالحارات معهم، كنا نشتغل سوا، درسنا سوا، فهدول الأهل يعني. والآن نحن بنعرف أنه للآن يعني ليس بسر أنه للآن في ناس تحت الأنقاض للأسف الشديد، لأنه ما في أدنى مقومات هنيك يعني. We'll be right back.